السلام عليكم، مرحبا بكم معايا البنات. هذا الفيديو جديد ان شاء الله، نوريكم كيفاش خدموا هاد الريس كيما خدمت معكم في السابق، كيفاش زوقته وكيفاش وصلنا لكم ان شاء الله. هذا هو الضريس ديالنا، جا على هذا الشكل، هذا يعني ضريس خفيف وكيجي الشكل ديالو زوين. نتمنى من الله كل شيء يخدمه وكل شيء يتوفق في الخدمه ديالو. هذا هي الشكل النهائي ديال الدرس ديالنا، نتمنى من الله كل شيء يخدمه كل شيء يتوفق في الخدمه ديالو. هذا الشكل كيجي البنات، نخدم معكم البنات كيفاش تخدموا هاد الاهرامات هادو وكيفاش دير فوق منهم هاد الحبكه هادي، وزوقه ان شاء الله بالرباطيات هنايا. نتمنى من الله كل شيء يخدمه كل شيء توفق في الخدمه ديالو. نبداو البنات، بسم الله. هذا هو الهرم اللي قلت لكم، هو هذا. اجي نحسبه هنايا، واحد جوج ثلاثة، ثلاثة غنفوتوهم يعني، والرابعة هنا هادي غادي نشدو فيها هنا الخدمة. نبداو ديرو بحال الله، يلا غنبدا معكم انا هاد الهرم اول مرة. يعني كنبداو بدقة بدقة وغادي كنزيدو حتى القياس اللي بغينا حنايا. هاهي العين ولات عندنا، كنجيو نضربو هنا هنا البنات، هاهي باش كنزيدو العيون بحال ما هكايا. يعني كتبقاو غاديين وغاديين كتخدمو، كل مرة كتزاد عين تيجيكم هاد الهرم هذا. بحال ما هكا، انا الدرس البنات هاد الحرير درتو على ثلاثة باش كيجي الدرس واقف ويجي زوين. كتبقوا غاديين كل مره كتزيدوا عين تيكبر لكم الهرم ديالكم، يعني القياس اللي بغيتو نتوميا. باش غنديروا البنات هاد العين هادي هنايا كما كتشوفوها، هي هنا شتيها هاد العين هادي، باش غنديروها غتجي تحسبوا من هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة يعني أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة يعني أربعة، يعني مغاش نضرب هنا في الثوب، غادي نرجع بحال ما هكا هكا، غنطلعو تاني لاحظوا البنات راه ما ضربش هنا في الثوب، يعني رجعت من هنا باش تكون لينا هاد العين هادي هنا. يعني دركا يمكن لينا نضربو هنا هنا في الثوب ونزيدو واحد العين هنا. صافي كنبقاو نخدمو عادي. هكايا
صافي البنات كتبقاو تخدموا، يعني راه ساهله ما صعيب ما والو. بغيت تخدموا بحال ما هكايا كما قلت لكم القياس اللي بغيتو نتوميا. دائما كتخدموا وكتزيدوا العين هنايا، وغادين يعني البنات هذه راه صافي راه كملت لينا، يعني الله يجعل بارك عليها. هذا هو القياس ديالها صافي، كنجيو نضربو هنا باش ما تلفوش. غادي تحسبو غير من هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني بينات هادو هنا أربعة، جو ثاني هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني أربعة، يعني راه بارك عليا باش ما باش يجي قياس واحد. وكنجيو نضربو ثاني هنايا، صافي انا غنخليه ونجي نوريكم كيفاش تخدموا هادو هنايا. صافي كنضربوا هنا البنات، نجيو هنايا البلاصه هنا كنضربوا هكايا، غنجيو نشدو هنا هذا الراس ديال هنا بحال هكا. تعاودو ترجعو نفس البلاصه بحال ما هكايا، تزيرو شويه صافي. كتعمر هذه هنايا، يعني راه ساهله هاد الحبكه كتعمرو بحال ما هكا وكتزيرو، كتبقاو تخدمو وتزيرو. يعني راه ساهله البنات ما صعيبه ما والو. هي صافي هذا القياس ديالها بارك عليها، هاجو نضربو هنايا غنجي نفوتو هاد العين هادي واحد جوج، يعني التالتة غنشدو فيها هنايا ورجعو هنايا نفس البلاصة، كترجعو كتشدو صافي كتزيرو هنايا هاي كيما دارت لينا بحال ما هادي. عاوتاني هنايا صافي كتبقاو تحبكو عليها. كما كتشوفوا هما كيجيو صافي، هذا هو القياس ديالهم. غنجيو نديرو هنايا
تلو، ثلاثة تلويات. جو الوسط ديال هذه هنايا، وكتلو ثلاثة تلويات بحال هكا. جو حداها عاوتاني هنايا باش كيجينا ثلاثة تسنينات هنايا. صافي غنجيو هنا وتحسبوا واحد جوج، يعني هنا ضربوا هنا في الثالثه وترجعوا نفس البلاصه ديال هذه هنا ثاني هنا. هذا هو القياس ديالها، غتجيو ثاني تضربوا ثاني هنايا وتجيو لهذه هنا عارفين هاد العين هذه، وترجعوا نفس البلاصه هنا. صافي كتزيدوا ثاني تعمروا. دائما الخيط شدوا بحال هكايا باش كيجيكم ساهل. عشتي البنات ها هي ساهل، قلت لكم ما صعيب ما والو. صافي كتجيو تضربوا ثاني هنايا وكتجيو للجهة الأخرى تاني هنا. صافي وكتبقاو تاني تحكو. نتمنى من الله الطريقة تكون مفهومة وكل شيء توفق في الخدمة ديالو. هذا هو الطريقة البنات، ما نطولش عليكم نجي نخدم معكم هادو، من بعد ان شاء الله نخدم انا هادو. المهم الطريقة هي هادي مفهومة كيفاش تخدموا. غنبداو البنات كيفاش نزوقوا هادو هنايا الرباطيات، يعني راه ساهلين ما صعبين والو. غتشدو هنايا تجي تحسبوا واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة، الرابعة ضربوا فيها هنايا ما صعابين ما والو. أجو هنا نفس البلاصة هاد العوينة هادي هنايا كضربوا هنا نص، ترجعوا على الجهة الأخرى تاني هنايا وكضربوا هنايا، ترجع حتى هي بحال هاد الطريقة، وكتجيو هنا هاد البلاصة هادي هنايا، يعني واحد العيرة بقات لينا هنا غنضربو فيها هنا، يعني راه ساهلين البنات ما صعابين ما والو. دغيا غتسوقوهم
صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو. وصافي كتبرمو هاد الصقل اللي هنا، دورو بحال هكا باش ما يتحش لكم. صافي هذه هي الشكل. ملي كتبغوا الزوق الاخرى تقدروا ديروا بحال هاد الطريقه، ملي البره ما خرجاش لهنا غديروا هنايا. صافي وكتجيو للراس الاخرى تاني هنا. غتحسبو تا هي 1 2 3 4 بحال هكايا في نفس البلاصة هنا، تفتح واحد العوينة بيناتهم ونضربو تاني هنا. تعودو المرة أخرى تاني هنا. يعني تقدروا تزوقهم كما قلت لكم بيديكم بحال هذه الطريقه، ما تحتاجوش المرمه. على الشكل هنا صافي البنات. كما شفتوا الدريس ديالنا هو هذا، شفتوا كيجا راه كيجي واقف كيجي زوين. نتمنى من الله كل شيء يخدمه وكل شيء يتوفق في الخدمه ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديالو. والسلام عليكم.